ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم في هذا المكان الحلو اصور لكم الخلفية. وين تعرفون المكان؟ الحين بخليكم تشوفون المكان بالضبط وين هذا المكان. حاولوا تعرفونه. هذا المكان صراحة روعة، وان كان في الباركينج في باركينج شوية يعني رسومة، لكن بسيطة جدا مقابل الخدمات اللي موجودة داخله. نحن في هذا المكان اصور فقط عشان اعرفكم هذا المكان، الخدمات الكثيرة المتوافرة والمتواجدة فيه. وهذا المكان اتوقع من خلال الخلفية اتوقع انتم عرفتوا المكان. وهذا المكان فعلا جميل في ليله ونهاره، خاصة هالأيام مع يعني البرودة الجديدة اللي جايين إن شاء الله مع دخول شهر 10 أكتوبر، فالجو بدأ يتحسن والناس بدأ خاصة معظم موجودين داخل البلد. ما شاء الله البيج متروس والمحلات اللي مطلة موجودة بجانب البيج، ما شاء الله ما شاء الله محلات كثيرة كثيرة جدا، وفي مختلف الأنواع والأشكال. وطبعا أكتيفيتيز بعد موجودة، مشي، سباحة، حق حتى في بتشوفون الحين بعد شوية براويكم في مكان خاص مدخل حق هذا البيتش كذلك. طبعا هو أكيد بيتشه ظلام هناك، لكن لا زال عوائل كله مليان البيتش. حتى نحن أنا قاعد أصور تقريبا والساعة تقترب أولمست الساعة 9 مساء، لكن البيتش هذا داخله كله مليان. رحت أنا داخل لكن لأنه ظلام شوية تصوير فجينا برع شوية، لكن متروس عوائل داخل البيتش قاعدين مستانسين وماخذين وناستهم في هذا المكان الجميل. وهذا طبعا المكان أكيد عرفتوه من خلال التصوير، وطبعا حتى بتشوف انت بعد شوية معاي مدخل خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا مدخل البيتش، وهذا وين نحن، وهذا الساين تبع البيتش في الخلف يبين المحلات اللي عندك. اتوقع عرفت المكان. وهنا بعد تشوف الساين داخل في الكايت بيتش في الجميرة كايت بيتش، وهذا مدخل خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصة تقدر تعبر فيه وتمشي فيه. راويك اياه على الأرضية، هالأرضية شوف مسواية حق مدخل خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصة. والمحل هنا شوف أراويكم إياه، هاي مدخل خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المدخل يوديك إلى داخل البيتش. طبعا موجودة ألعاب، وشوف هنا ألعاب للأطفال، وهذا المدخل للبيتش. وطبعا حتى الآن في هذا الوقت عوائل كثيرة موجودة داخل. طبعا في سور خارجي هنا راويكم إياه، هذا السور حلو جدا مثل ما تشوفونه مرتب، وفي عوائل طبعا قريبة منه قاعدة العوائل على الجوانب. أما البيتش بشوف لك إياه من طرف، إذا قدر صورت لك إياه بس شوية الإضاءة شوية سامحوني، في إضاءة فوق إضاءة القمر ما شاء الله منور. هذا شوف ناس مليان البيتش في هذا الوقت، كل عوائل قاعدة على هذا البحر على طول. عندك البحر والجماعة قاعدين يسبحون في هذا المكان الجميل والروعة. الكايت بيتش جميرة دبي إماراتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة،
اليوم الجمعة اثنين عشرة 2020، يوم جميل وسعيد، يوم مبارك، يوم الجمعة. اليوم موجودين في هذا المكان الجميل نصور فيه، نستمتع فيه، نقعد فيه. طبعا كثير من العوائل موجودة مستمتعة ومستانسة في هذا المكان مع الدراجات ومع المشي ومع السباحة. وطبعا مع المحلات والشوبينج اللي موجود حوالين البيتش والباركنات الخاصة الموفرينها لزوار هذا المكان. طبعا مكان مناسب. وشوف اللوحة الأخيرة اللي في مجالنا، هاي اللوحة اللي تبين لك كايت بيتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.